بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي متدربي السنة الثانية خشب، هنحاول إن شاء الله نبدأ واحد الدرس جديد من سلسلة الزخرفة والتزيين. هنحاول إن شاء الله نزينه واحد الشريط اللي هو هذا، هنزينه بزخرفة حيوانية، بحيث أنه كاين هناك زخرفة حيوانية، كاين زخرفة نباتية، كاين زخرفة خطية، وكاين يعني عدة زخارف. كاين زخارف اللي هما يعني في خليط ديال نبات وحيوان الى اخره. اذا غنحاولوا نديروا زخرفة شريط اللي هو هذا، شريط فيه مجموعة ديال الصور، يعني غنديروا واحد حيوان وغادي نحاولوا نكرروه. غادي نديروا قاعدة التكرار وقاعدة النمنمة وقاعدة التوازن. التوازن ان الصورة خصها تجي في المركز ديال الورقة بواحد الشكل متوازن. نحاولو نكررو هاد الحيوان. إذا حيوان يكون بري ولا يكون مائي أو يكون ديال الهواء، يعني كيطير. إذا غنحاولو إن شاء الله نختارو واحد من هاد الحيوانات هادو. إذا كيما كنشوفو، شفنا هنا واحد الفرس. إذا الفرس هنايا كيبان لينا هنايا النص ديالو، بمعنى انه دخل في هذا المجال هذا وبقى كيتكرر وخرج في المجال. اذا غنحاولوا نديروا نفس الشيء، غنختاروا واحد الحيوان كيف ما يكون، غادي يكون داخل من هنا وغادي يخرج، او لا يكون من اليمين داخل وخرج. اذا غادي نشوفوا كيفاش. نفس الشيء مثلا بالنسبه لهاد الزخرفه هذه، لدينا بقره. اذا دخلت النص ثم كررت جوج المرات والنصف الاخر خرجت، يعني دخلت في المجال وخرجت. اذا ممكن انها تدخل من اليمين الى اليسار او من اليسار الى اليمين، كنختار. اذا كناخذوا هذا الشريط هذا، كنحاولوا نختاروا واحد المجموعه ديال الحيوانات هنايا، نختاروا منهم الحيوان اللي بغينا، كننسخوه كنوضعوا عليه الانسخ، ثم كنحاولوا نرسموا الشكل الخارجي ديالو. ممكن يكون كذلك طيور، هما هادو. نختار واحد الطائر مثلا في حركة وننسخوه ثم نديرو به الزخرفة ديالو. إذا على بركة الله غناخدو هاد الطائر هذا. إذا نسخناه من صورة في كتاب وغادي ناخدوه. إذا ملي كناخدو، أول حاجة كنديرو كنحاولو نديروه داخل واحد الإطار الغلافي أو الإطار المحيط، لكي يحدد لنا الجوانب ديال هاد الطائر هذا على اليمين وعلى اليسار. ومن بعد كنديروا واحد الخط هنايا كيلمس هاد النقطة، خط هنا، وكنحاول نديروا واحد الإطار. إذا غنبداو الزخرفة ديالنا من اليمين إلى اليسار. إذا حنا رسمنا هاد الحمامة داخل واحد الإطار، غنحاول نحطها هنايا وكنشوف نحطها بواحد شكل متوازن داخل الورقة، بحيث أن هذا القياس هذا، هذا الهامش خصو يساوي هذا باش نحصلو على التوازن. إذا غنحاول أول حاجة ننسخ الإطار، لأن هذا الإطار هذا هو اللي غادي يتعاود. ثم قلنا ان الحمامه خصها تكون داخله، غننسخ فقط النصف ديالها. اذا نسخت هذا الاطار هذا، من بعد غنحاول نمددو، ناخذ الاستاره نحاول نمدد. نمدد هذا الإطار. Thank you.
إذا غناخد أنسخ ديالي، غنحاول نرسم غير النصف فقط. إذا هاد النصف غادي تجيبو من هنا، إذا كنضغط عليه كنضغط على الشكل الخارجي بدقة، ونحاول دائما نبقى الخصوصيات ديال الحمامة أو أي شكل كنرسمو نبقى في المميزات ديالو، وكنرسم غير الشكل الخارجي بلا ما نتطرق للجزئيات. إذا غنرسم غير هاد الجزء هذا فقط، حيت قلنا أن الحيوان خصو يدخل ويخرج، يبان لينا في المجال أو في الشريط دخل ثم خرج. هاد الجزء الآخر إذا ما ندير الشكل كامل على أساس أن هاد الخط هذا كيلمس المنقار ديال الطائر. كنضغط مزيان ونحاول باش ما نخليش اماكن ما مرسومش، نحاول ما امكن بطبيعة الحال. راه عندي دائما الاطار كندير هذا، كنعاود نهز نشوف اذا الشكل ها هو. كنعاود ناخذ هذا الخط هذا كنحطو على هذا وهكذا، وكنبقى نعاود هذا الطائر او هذه الحمامه عده مرات. إذا دائما الرسم كيبغي واحد النوع ديال لاباسيونس ديال الصبر، خصني نصبر على الرسم ديالي وما نزربش، لأن الإتقان ما كيبغيش الزربة. إذا ما هو ثم ندير دائما هذا الخط هذا اللي كيفرق ليا العنصر الزخرفي. اذا هاد الشبكه اللي كتشوفوا هي اللي كتحاول تعطيني واحد التوازن، واحد الزخرفه اللي هي متوازنه. كنعاود الشكل الخارجي للسيلويت، قلنا ديال الحيوان يكون بري ولا يكون حيوان ديال الماء ولا يكون حيوان ديال الهواء، يعني اللي كيطير في الهواء بحال الطائر اللي حنا في صدده. يمكن يكون مثلا حوتة، يمكن يكون حيوان أليف ولا حيوان مفترس أو حيوان كيف ما يكون. إذا نحاول ما نحيدش الكالك حتى نشوف مزيان واش الجوانب كلها مرسومة بدقة. نعم، إذا كناخد دائما هذا الميزان هذا الاطار اللي انا غادي عليه كنرسم هذا.
دائما كنمشي حتى كنعمر الشريط، ودائما هاد الخطوط راه كيتحطو على الخطوط الاخرى باش تعطيني زخرفه قاده ومتوازنة. كما قلت كندير الشكل يعني الإطار ديال الخارجي، كنسخو ومنساش دائما نسخ هذا. كيبان ليا هنا خصني نزيد ليه القلم، لأن كما قلت الزخارف كاين زخارف نباتية كاين حيوانية كاين خطية يعني الخط أو الكتابة، كاين زخارف يعني فيها خليط ديال نباتات وحيوانات، وكاين زخارف نباتية بطبيعة الحال. ثم كيبقى لنا النصف الأخير اللي هو هذا، أن الحمامة خرجت، إذا خرجت غنرسمو الجزء الأخير فقط. إذا كان نستر هادو نبينهم أكثر، ودي جاتني خصني نعاودها. نزلت هنا خصني نعاود
نعاود هذاك الجزء. إذن أنا رسمت الجزء الآخر، راه كيبان ليا بأنه خرج. إذن هاي الزخرفة ديالنا، أن هاد الحمامة دخلات المجال ثم خرجت. ثم من بعد ملي كندير الزخرفة ديالي كنحاول نبينها مزيان، ومن بعد نختار الالوان اللي بغيت. مثلا ممكن نختار لون ساخن او لون بارد على حساب الالوان اللي انا غادي نختارهم. مثلا نختار البرتقالي ونلون الشكل. إذا كنحاول نلون مزيان،
إذا ممكن هادو كاملين اللون هم برتقالي، ممكن نغير اللون مثلا، نجي هنايا غندير لون أزرق. إذا هو الطائر، ثم هنا غادي يجي هذا الصفر، بقيت له بواحد جوج الألوان، الصفر هنايا والزرق هنايا وهكذا. إذا غنحاولو نلونو هاد الزخرفة ديالنا بهاد الشكل هذا. كما شفنا مثلا كاين هنا بقرة، غادي ممكن ندير واحد اللون، ممكن النوب كذلك الألوان هنايا، عندنا الفرس كذلك ممكن ندير ليه لون، ممكن ندير التناوب ديال جوج ديال الألوان، نختار جوج الألوان، لون مثلا ساخن ولون بارد. وممكن ولا ممكن نختار جوج الالوان اللي هما متناسقين، واحد النوع ديال التقارب بيناتهم. اذا غتحاولوا ان شاء الله تختاروا واحد الحيوان من هاد الحيوانات اللي قلنا، بريه او مائيه او هوائيه، غادي تنسخوه وغتحاولوا ديروا بيه واحد الزخرفه اللي حنا كنشوفوها ان الحيوان دخل وخرج. اذا دخل هنايا ثم خرج، او ممكن يدخل في هاد الجهه ويخرج. اذا ما تنساوش انهم اللي ديروا هذا العمل هذا، غادي تصوروه مزيان، ثم غادي تصيفطوا لي العمل الاخير ديالكم في الخاص ديالي يعني الواتساب، باش نعطيكم واحد النقطه. وما تنساوش ديروا الاسم ديالكم الكامل في الصوره ديالكم اللي بغيتي تصيفطوها ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.